عرفت الربدة منذ القدم بخصوبة أراضيها، فكانت حما لإبل الصدقة وخيلها. ومن حماها تزودت جيوش الفتح الإسلامية بنجائب الخيل التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية لنشر الإسلام في أرجاء المعمورة وتأسيس دولة الإسلام العظمى. إلى جانب كونها محطة على طريق الحج، فقد بلغ إلى الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه مسجدا. أذان ديتي كنا فيديو ما ديتي. بلغ طول المسجد الجامع 23 مترا وعرضه 20 مترا، وكانت مساحته كافية لاستيعاب حوالي 600 مصلى. ولكن الحفريات لم تكشف عن الابن الطيني، بل تم العثور على كامل حوائط المسجد على أساساته المبنية من الحجر. واحتوى المسجد على فناء مركزي مفتوح أحيط بأروقة مغطاة ومدعمة بالأعمدة، بينما توسط المحراب الجدار الجنوبي بشكله نصف دائري مشيرا